واش اخبارك بانه لاول مره في تاريخ المغرب كيوصل التضخم لرقم قياسي جدا كيهدد بالبلاد بانهيار اقتصادي شامل؟ واش بصح المغرب غيولي بحال لبنان ومصر ودول عربيه اخرى اللي الاقتصاد ديالهم نهار كليا بسبب التضخم؟ اذا شنو هو التضخم وكيفاش غادي ياثر على الحياه اليوميه للمواطن؟ واش بصح الطبقه المتوسطه غتولي فقيره والطبقه الفقيره غتولي تحت عتبه الفقر؟ معلومات صادمه وخطيره صرحات بها مؤسسات الدوله. اول حاجه خاص الجميع يفهمها هي ما معنى التضخم. التضخم باختصار هو الغلاء، الغلاء ديال الثمن ديال كل السلع اللي كاينه في السوق. ايوا اشنو اللي تيخلي السلع اللي في السوق ارتفع الثمن ديالها؟ السبب هو ان السلعه قليله والطلب كثير، يعني الفلوس كثير. اي السلعه ملي تتكون قليله والطلب عليها كثير وكلشي باغي يشريها، فالثمن ديال السلع كيتزاد وتيغلى وتيرتفع، فكتولي الفلوس اللي دايره في البلاد كثيره والسلعه اللي في البلاد قليله، اي ما كاينش واحد التوازن، وهذا ما يسمى بالتضخم. ايوا اشنو غادي يوقع الى استمر التضخم؟ اي الثمن مستمر في الزياده، يعني تبقى السلعه تزاد في الثمن، والمنتوج غادي وتتقلل، يعني كيتفقد وكتقلب عليه وما كتلقى. اش غادي يوقع؟ اللي غادي يوقع ان القيمه ديال العمله ديال البلاد، اي الفلوس ديال البلاد غادي تطيح، ما غتبقاش عندها قيمه مقارنه مع العملات ديال الدول الاخرى، اي الدولار والاورو. وباش تشري منتوج غيخصك بزاف ديال الفلوس. اذا اشنو الحل باش نقصوا من هذا التضخم؟ هل هو خاص الفلوس اللي دايره في البلاد نقص باش الشراء ينقص، وملي غادي ينقص الشراء اوتوماتيكيا السلعه ما غتبقاش تبيع بزاف، وملي ما غتبقاش تبيع بزاف الثمن غادي ينخفض، لكن هذه العمليه غادي تسبب في ركود اقتصادي كبير وخطير. لكن كيفاش الدوله غادي تنقص الفلوس اللي دايره في البلاد باش تخلي الاسعار ديال السلع تنخف؟ هذا السؤال غادي نجاوبكم عليه في الجزء الثاني باذن الله. الى عجبكم الفيديو مرجو الدعم والبارطاج باش الجميع يستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.